المطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون والمشاهدين الكرام، شكرا لزميلي محمد بن بريك المري. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب التحايا في هذا اليوم المبارك الخاص بسن اللقايا، حيث نبدأ اليوم في هذا اليوم الجمعة 11 من نوفمبر لعام 2016، هذا اليوم الذي يوافق للحادي عشر من صفر لعام 1438 للهجرة. بدأنا في هذا اليوم مع سن اللقايا وانطلقنا مع أول الأشواط الخاصة بأبناء القبائل. حضرت في أول الأشواط الجنوبية لتنتزع وتهدي بطي بن محمد بن بطي آل حسن المري ناموس الشوط الأول الرئيسي، تهنية لداعم الشعار راشد بن بطي الزعبي وتهنية للمضمر سعيد بن بطي الزعبي على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم مع أول الأشواط. نبدأ مع هذا الشوط الأول الصباحي الخاص بالقعدان لنخوض هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة، ونبدأ بإعلان المراكز الأولى بادئين مع من يحتل المركز الأول الغالي على المركز الأول. تعود ملكية الغالي للسيد عيد بن سليمان بن عيد السليم العطوي قادم من المملكة العربية السعودية، بينما المركز الثاني نتابع بدران على المركز الثاني لعبيد بن خليفة بن عبيد بن سالم الخيلي أحد شعارات إخواننا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. المركز الثالث شعار خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع مداوي المتسلل والمنطلق والعابر إلى مقدمة الشوط. المركز الرابع متابعينا الكرام، أدهم لسالم بن علي بن راشد الغيلاني حضر وانطلق وتجاوز إلى المركز الثالث ليبقى شعار العطوي على المركز الرابع. المركز الخامس وجود المتحد لجابر بن عبد الله بن جابر آلف هيدا المري حامل الرقم 41 القادم من المملكة العربية السعودية. متابعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، هذه نتيجة الأسماء الأولى والأسماء المنطلقة على 4 كيلومترات المسافة حق اللقاية اليوم، 4 كيلومترات حاضرة مع هذا الرقص مع اللقاية وإبداع اللقاية. أسماء مميزة حاضرة وظاهرة ومنطلقة اليوم، شعارات نراها اليوم تشارك كأول مشاركة لها معنا في ميدان التحدي مع هذا سن اللقاية. أولها شعار المركز الأول المنطلق والمندفع شعار العطية خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الأول. شعار الجريان ينطلق ويندفع على المركز الأول، هذا الشعار المميز الذي رافق وحقق نواميس، حقق رموز أهدى لعشاق هذا الشعار ومحبي ناموس في العام الماضي، نواميس بل نواميس في العام الماضي من خلال ما حققها من رموز في ميادين دول مجلس التعاون هناك في الوثبة وفي المرموم وهنا في ميدان التحدي. ينطلق اليوم كأول مشاركة مع مداوي على المركز الأول يندفع بأول الأشواط وأقواها في صباح هذا اليوم. المركز الثاني أدهم على المركز الثاني سالم بن علي بن راشد الغيلاني على المركز الثاني. على المركز الثالث يتواجد بدران عبيد بن خليفة بن عبيد بن سالم الخيلي. والمركز الرابع يشوف المركز الرابع أول نداء في هذا الموقف لهذا الشعار شاهين صالح بن علي بن مبارك آل بريس المري على المركز الرابع. ينطلق أحد الأسماء، هذا هو
على المركز الرابع شعار الكاموخة، أحد الشعارات العملاقة. يا سلام، شوف المركز الرابع، المركز الرابع مذخور صالح بن علي بن دعيكان بن حرب المري. الله، الشبل، شعار الشاعر يصل مع الشبل، محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري مع المركز الرابع. ولكن عودة إلى شعار الجريان، شعار الكبار ينطلق في المركز الأول، ينطلق ينطلق مداوي، داوي يا مداوي، انطلق يا مداوي. خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الأول وعلى الصدارة على المركز الأول. الله، العصاب الأبطان، العصاب الأبطان، حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة ينطلق ويندفع مع المركز الأول ومع الصدارة. الله، هذا هو مداوي، مداوي مداوي مداوي، داوى جروح الشوط الرئيسي الأول في صباح هذا اليوم، محققا ومهديا لخليفة بن حمد بن خليفة العطية ناموس الشوط الأول. مداوي ينتزع ويحقق ويفوز بدون أي أوامر. العصاب الأبطان، تهانينا لهذا الشعار ومالكه وداعمه خليفة بن حمد بن خليفة العطية على فوز مداوي بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لصالح بن علي بن مبارك آل بريص المري. المركز الثالث وصل مبعد لمحمد بن مطر بن عيد العطيات العطوي. المركز الرابع، الشبل، محمد بن صالح بن محمد بن مانعة المري. المركز الخامس، أدهم لسالم بن علي بن راشد الغيلاني. متابعينا الكرام، هذا هو مداوي خليفة بن حمد بن خليفة العطية. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق 8 ثواني، 8 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت مداوي. تهانينا والناموس لأبو حمد على هذا الفوز. خليفة بن حمد بن خليفة العطية شعار الجريان، تهانينا والناموس، يفوز وينتزع أول الأشواط. 6 دقائق 9 ثواني، 3 أجزاء من الثانية. هذا شعار صالح بن علي بن مبارك آل بريص المري، فاز بالمركز الثاني مع شاهين. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل مبعد لمحمد بن مطر بن عيد العطيات العطوي. 6 دقائق 9 ثواني، 9 أجزاء من الثانية. متابعينا الكرام، شعار